للحديث إذن عن تطورات الأوضاع في غزة معنا من اسطنبول المختص في الشأن الفلسطيني صلاح الدين العواودة. مرحبا بكم أستاذ صلاح الدين. إذن جريمة تلو جريمة، يعني على الرغم من كل محاولات التهدئة والإدانات العالمية لجرائم الاحتلال، لكن نتنياهو يصر على ارتكاب مزيد من أعمال القتل. على ما يراهن نتنياهو في سلوكه الإجرامي هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. طبعا هي المسألة ليست رهان على شيء بقدر ما هو بالنسبة لنتنياهو قرار مصيري، والحرب حرب مصيرية سواء على صعيده الشخصي أو على صعيد الكيان. يعني الاستمرار في القتل، الاستمرار في الإجرام بالنسبة لنتنياهو واليمين المتطرف الذي يقوده، هذه حرب مصيرية ويجب أن تستمر حتى القضاء على الفلسطينيين، أو كما يسموه القضاء على حركة حماس والقضاء على المقاومة، وهذا ما لا يمكن أن يحصل كما كثير من المحللين والمراقبين بما فيهم إسرائيليين وأمريكان. وبالتالي رهان نتنياهو على الاستمرار في الحرب، يعني لا يوجد لديه بديل، هو فقط الاستمرار في الحرب، الاستمرار في القتل والإجرام، لأنه لا يوجد لديه أفق سياسي، لا يوجد عنده استعداد للتعايش مع الفلسطينيين و يعني أفق يتعلق بتسوية سياسية، حل الدولتين، سلطة فلسطينية، دولة فلسطينية. بالنسبة له هذا ولليمين المتطرف كله مرفوض، وبالتالي الحل الوحيد أمامه هو الاستمرار في قتل الفلسطينيين. طيب بخصوص المفاوضات، هل ترى أن فرص الوصول إلى إيقاف لإطلاق النار في غزة في هذا الوقت يعني ربما أصبحت معدومة، لا سيما مع إخفاق أي محاولة حتى الآن للتوصل إلى اتفاق مقبول في أقل تقدير بين الاحتلال الغاشم والمقاومة الفلسطينية؟ هو ممكن القول أنها معدومة، يعني رغم أنه يعني تبدو تشاؤمية أكثر من يعني الدارج. هناك تشاؤم، حالة تشاؤم موجودة منذ بداية الحرب نتيجة لمعطيات واقعية تتعلق بالحرب، تتعلق بالجبهة الداخلية لدى الكيان، بنتنياهو وحكومته وحكومة اليمين، بحجم التحدي الذي فرضه طوفان الأقصى. لذلك يعني فعلا الإمكانية التوصل إلى اتفاق هي يعني إمكانية ضعيفة جدا، كما يعني وهي تشبه إلى حد كبير فكرة الحل بين الفلسطينيين والاحتلال. يعني التوقعات بشأن هل إمكانية لحدوث سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يعني هذه أصبحت احتمالات معدومة خصوصا في ظل نتنياهو. يعني تعرف أن اتفاق أوسلو ما ترتب عليه تم القضاء عليه في ظل نتنياهو بدون طوفان الأقصى، والآن طوفان الأقصى للقضاء على أي شيء اسمه وجود فلسطيني أو كيان فلسطيني أو فكرة تسوية مع الفلسطينيين. ميدانيا أيضا على الأرض، يعني على الرغم من هذه الحملة العسكرية الشرسة التي يشنها الاحتلال بغاراته سواء كانت جوية أم يعني عبر البر، إلا أنه يتكبد، لا يزال يتكبد خسائر بشرية ومادية في صفوف جنوده ومعداته. ما تفسيركم لنجاح المقاومة في التعايش مع ظروف الحرب وتكبيد هذا الكيان تلك الخسائر على الرغم من طول هذه الحرب؟ نعم، واضح أن المقاومة اكتسبت كثير من الخبرة في السنوات الماضية، سنوات الإعداد وفي جولات الصراع مع الاحتلال، جولات التصعيد والمواجهة، وبالتالي أعدت العدة إلى بكل إمكانياتها واستثمرت كل وقتها وكل إمكانياتها لبناء قدرات تسمح لها بالاستمرار في الحرب فترة طويلة. وحسب ما يتم نشره من المقاومة، المقاومة مستمرة في بناء قوتها حتى أثناء الحرب. إذن كان هناك تجهيزات وإعداد واستعداد لهذه الحرب، وهو ما يفسر الاستمرار في القتال والجهوزية والاستعداد لمواجهة الاحتلال لفترة أطول من الفترة الماضية. وهذا أيضا من وجهة نظر الاحتلال
يستدعي وهو عطفا على السؤال الأول يعني في شأن التهدئة بالنسبة للاحتلال، ما دام الحال هكذا وما دامت المقاومة لديها الإمكانية لإطلاق النار وما دام لديها الإمكانية للمقاومة وإيقاع خسائر في صفوف العدو، فلا منطق يعني يبيح لها أن تذهب إلى وقف إطلاق النار. الدوافع التي انطلقت لها إسرائيل، انطلقت للحرب من أجلها، ما زالت قائمة. يعني المسألة ليست أهداف شخصية لنتنياهو، وإن كان نتنياهو هو من يقود أو من يتحدث أو من يعلن، إسرائيل ذهبت إلى حرب للقضاء على التهديد الذي تجسد في 7 أكتوبر بهجوم على الجنوب وتحطيم فرقة غزة. هذه القوة أو هذا التهديد ما زال قائما، وهو يوقع خسائر كما قلت وكما تتحدث تقارير اليوم. لأول مرة يعترف جيش الاحتلال بأنه لم يعد لديه دبابات تكفي لحاجته الحربية بسبب عدد الكبير من الخسائر، يعني عدد الكبير من الدبابات التي تم تدميرها وإخراجها من الخدمة أثناء الحرب. إذن نحن أمام مقاومة شديدة، مقاومة عنيفة توقع خسائر بشرية ومادية في جيش العدو، وفي المقابل هذا يدفع العدو إلى الاستعداد والبناء على أن هذه الحرب مستمرة إلى ما لا نهاية. أيضا يعني إذا نحينا الجانب المجتمع الدولي بقواه الفاعلة الرسمية بخصوص الموقف العربي وحتى الإسلامي، عدم وجود موقف فاعل تجاه ما يحدث من عدوان، كيف انعكس وينعكس برأيك بالسوء على إطالة أمد الحرب وإثخان لنقل جراح الفلسطينيين؟ للأسف يعني الحديث عن الموقف العربي والموقف الإسلامي ما بين العجز والتواطؤ، يعني هناك عرب ومسلمين عاجزين وغير قادرين على تقديم أي شيء للفلسطينيين، وهو الأمر ليس مفاجئا ومعروف تاريخيا. في المقابل هناك النظام الرسمي العربي المتواطئ والمتعاون مع الاحتلال والذي يمد بكل الإمكانيات للضغط على المقاومة وتحطيمها، وهم يمارسون دورا عدائيا للشعب الفلسطيني وللقضية على مر العقود الماضية. يعني هم شاركوا في خسارة الثورة الفلسطينية في بيروت وفي نفيها إلى تونس وفي الضغط عليها للذهاب إلى كامب ديفيد أو إلى أوسلو، وبالتالي هناك نظام عربي رسمي أساسا هو عدو للقضية الفلسطينية، عدو للشعب الفلسطيني، وهو السبب الأساسي في ترسيخ أرجل الاحتلال. اليوم التقارير تتحدث عن قوات عربية تقاتل سواء من خلال شركات خاصة، شركات أمن خاصة عربية أو مرتزقة عرب يقاتلون جنبا إلى جنب مع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، إضافة إلى الدعم الاقتصادي وفتح المعابر والحدود وحل مشاكل إسرائيل التي تواجهها من الحرب من خلال حدودهم. يعني مثلا اليمن أغلقت باب المندب وهددت الملاحة الإسرائيلية، عوضوا عن ذلك بجسر بري من دبي إلى إسرائيل، يعني لينقل البضائع من شرق آسيا إلى الكيان الصهيوني في الوقت الذي يمنع عن غزة مياه الشرب، وفضلا عن الأكل والتسليح والطعام والدواء وما إلى ذلك. وبالتالي النظام الرسمي العربي منخرط في المعركة ضد الفلسطينيين، وهذا يساعد ويطيل أمد الحرب. يعني لو كانت إسرائيل ترى بأن النظام الرسمي العربي لا يريد حربا في غزة ويريد التهدئة، بالتأكيد سيكون لها اعتبارات بأن هذا سيؤثر عليها على المدى البعيد. ولو كانت على الأقل لا تقدم لها هذه الأنظمة الحلول لإشكالياتها الناجمة عن الحرب مثل الحصار، بالتأكيد كانت ستفكر في إنهاء هذه الحرب حتى على الأقل لفترة معينة حتى تستطيع أن تدبر أمورها. ولكن بما أن مشاكلها حلت، القوافل تصلها، النفط والغذاء والخضار وكل شيء يصلها ولم ينقطع عنها شيء من خلال الجيران العرب، وبالتالي هي مستمرة في هذا القتل وفي هذا الإجرام حتى تحقيق أهدافها، فضلا عن تصريحات قادة العدو الذين يقولون يعني النظام العربي الرسمي بتحديد بعض الدول يدفعوننا باتجاه الاستمرار في القتال، يريدون أن نقضي على حركة حماس بشكل واضح حتى يتسنى لهم التطبيع بهدوء وبدون أي إزعاج أو تشويش.
إذن المختص في الشأن الفلسطيني صلاح الدين العواودة، شكرا جزيلا لك.